في يعني كلام بين مسؤولي المقاولين والنادي الاهلي على ان ممكن يبقى فيه لعيبه يستفيد منها المقاولين في نهايه السنه ضمن صفقه طاهر محمد طاهر؟ مفيش، لا الصفقه تمت لوحديها ملهاش علاقه باي لاعبين، لكن في حاله ان احنا انا برضه زي ما بقول لك احنا عندنا مجموعه ناشئين هتشوفوها السنه دي، يعني عندنا كفاءات ثانيه كتيره باذن الله. انتوا اساتذه في الحته دي؟ اساتذه في الحته دي؟ ان شاء الله هتشوف ثلاثه على الاقل، مش عايز اقول يعني مش عايز اقارنهم بحد، لكن هتشوف ثلاثه ناشئين طالعين اكثر من رائعين ان شاء الله باذن الله. لكن احنا ما تديني اسماء كده، ما تديني اسماء كده. ما هو اسماء هيجروا وراه وكلاء اللاعبين ويبيعوا يا مهيب. طيب موقف ايمن حفني ايه بقى يا فندم؟ هتشوفه في الملعب. ماشي ماشي. لكن انت النهارده برضه بتتكلم على، كنت اقول لك بالنسبه فاحنا عندنا ان شاء الله مجموعه طالعه، زائد ان انت عندك مجموعه لسه ما اختبرتش، يعني لسه عندنا لعيبه في الفرقه لم تختبر. فالكابتن مدي لنفسه فرصه لسه، لما على الاقل 10 12 مباراه بقدر يحدد ايه الاماكن اللي ممكن يبقى محتاجها. طيب اخيرا في كلام طبعا مع النادي الاهلي بس ده ملوش علاقه بصفقه طارق. طيب اخيرا ايمن حفني موقفه ايه من نادي المقاولين العربي؟ والله ايمن حفني انا زعلان جدا، يعني من ان لاعب كبير بهذا الشكل، وبنبعت له لحد النهارده مش عايز يجي النادي، ما بيلتزمش، هو راجل مؤدب لكن غير ملتزم. انا مش هاخد بادبه بقى، انت راجل محترف والمفروض انك تبقى ملتزم. ايوه لا التزم فتره التدريب يا جماعه، ما لازم نبقى منصفين ونفهمه. ايوه احنا بنضر لو قلنا له انت بتعمله ده ما. لا هو يعني ما فيش حاجه اسمها لعيب ما يروحش التمرين، بسم الله الرحمن الرحيم كده. دي رقم واحد يعني مهما كان هو مين بالظبط كده. ايوه لما تيجي في فتره اللي كان فتره الاحترازيه واللعيبه كلها بتتدرب مع المدير الفني وكل المدربين، وما في مدرب الاحمال و36 لاعب بيتدربوا يوميا ساعتين كلهم مع بعض على التليفونات، ما عدا هو يقول لك انا بتدرب في نادي خاص. ما علينا، طب جينا الناس كلها جت، ده انا بتكلم على كلامه احنا ما بنفتريش عليه في حاجه، ده هو اللي هو اللي قاله تسجيلاته موجوده. لما نيجي نقول في التجمع يوم سبت وتيجي الفرقه كلها وهو ما يجيش، ونعمل المسح يوم الاثنين وبعدين هو نكلمه يجي الثلاث نعمل له مسح على حسابنا يوم الاربع، يقعد يومين ويمشي. لحد النهارده بنبعت له تلغرافات وجوابات مسجله بعلم النصوص، تعال ارجع النادي عشان تتدرب، ما بيسالش على حد وما بيردش على حد. هل ده يبقى لاعب محترف؟ طيب هل هيكون في شكوى؟ طبعا انا كل خطوه بعملها ببعت اتحاد الكوره تمام، وعلما انه صرف كل مستحقاته حتى في الفتره الاحترازيه، احنا كنا بنصرف للعيبه كل مستحقاته. في كلام ان هو هيروح للمقصه. لا هو اساسا جاي، احنا ياخدينه اقرب المقصه، مش هيرجع لما تبقى نهايه الموسم. ان هيرجع مفيش رجوع دلوقتي، ده لاعب في المقاولين العرب وبنبعت له لحد دلوقتي، وانا قلت اكثر من مره ولحد النهارده لحد بكره بنبعت له ما بيجيش، هيتحاسب على الكلام ده كله. تمام لاعب محترف. تمام مهندس يعني محمد ما ينفعش. تمام بشكرك يا فندم مهندس محمد عادل، طبعا المشرف العام على فريق الكوره بنادي المقاولين، بنتشرف طبعا بوجودك معنا في البرنامج.